بحر بحر، شفتوا شلون هاي المنطقة كلها؟ شوف هاي كفيجن، هذيك اللي هناك اللي شوفها هذه خاصة بالكاميرات، وعندها مشهورة ومن ضمنها مشهور يعني كاميرات خاصة في ساحل. بعد عندنا كل هذه محلات أجهزة كهربائية، الناس صحصحتها الحين. كل هذه هذا اللي احنا راح جايين علشان نبي نطلع فوق، بس شوفوا الضخامة المحلات. هذا بعد من المحلات الكبيرة ايضا جنب باب. كل هذا شوف ما تشوفه، بس احنا بندخل هذا الحين. شوف واحد تحت الارض، وهذا الدور، وهذا اسمه، وهذا الدور هذا اسمه، واللي يبغاه بالموقع احنا راح نضعه على شكل في شكل كتاب، او يعني قلنا مثل ما كان نبيعه بسعر رمزي، فيه العناوين والموقع، يعني سهل عليكم. الرابط اسفل الفيديو في الوصف. هذا كبير باب منه. ارجع واذكر ان اليوم يوم احد، اغلب المحلات مقفله، اغلب المحلات مقفله، المحلات مقفله اليوم. يطلع الجهاز لهم كلهم قافلين يوم الاحد، يعني هذا حطوا شيء في بالكم، خلوا يوم الاحد يوم راحه لكم حتى ما تمرون احد شيء، حطوا في بالكم، او تمرون مثل الساحات العامه اللي ما لها علاقه في ويكند وغيره. لكن تلقى ناس، تلقى ناس يدوروا العيشه. هذا اللي على الشارع، هاي اللي على الشارع ما قفلوا. هذه معدات تصوير السجن، لكات او هذه الساعات، شاحن وساعة والارم. اوكي صح، شاومي فون تقول لنا تشحن وايرلس. طبعا انت ب 70، بس انا لا، انا غير موافق. لا قلت لازم نشوف. اوكي ذس جود، اوكي برينج ات. اوكي خذنا ثنتين ونشوف. هدايا طبعا مع الالواح هذه، طبعا الالواح هذه موجوده عندنا، بس عاد نسوي ناخذ اطفالنا. تقول 20 الواحد رمندي، بس انا ما كسرها على 10. فني فني يو فني فني فني. اوكي اتراي ذس وان، اتراي ذس وان. انت تسمع تشاينيز بيرد؟ يو لو تراست ذا تشاينيز تو بات. نو 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 يوز يو هاف ذس وان. يو شور اتس وركينج وركينج لا اي دينت تراست يو بيليف مي. Why me? You're not trusting me, no. No, I trust you, but I didn't trust the Chinese for that. Yeah. Tanisa. Okay. Good. This one open. No, just give me that one. تفحصون المنتجات لوقت ما تشترونها، ما تخلونها تحط لكم، بس لازم تفحصونها. هذا تخصص في تخصص في طيارات الدرون. سعرهم واضح الاسعار. ما شوف ما فكر يسالنا عنها ديسكونت.
How much is it, this one? New in second hand. Hmm? New. New, how much is second new hand? New is much? One. ايه تقول عندها مستخدم وعندها جديد. كويس نشوفها زين. هذا عنده مستخدم وعنده جديد يعني كلها عنده all accessories for drones you have right battery and you got everything there right عنده مستخدم وعنده جديد وعنده الاكسسوارات حقتها كلها عندهم سلاح يصلحون عندهم قطع غيار عندهم ايضا جديد ومستخدم كله يعني هذه المرايات اللي فيها تكون كاميرا فيها تبغى تركب كاميرات وهذه داش كام ايضا حتى هنا في ستورات داخل بس شكل الدنيا مقفلة يعني ما حد ينفع شيء كل الناس جوالات هاكم تشوفون بس كمية المحلات اللي اتصلت ورينا ندفع البعض شوف كل هذه في شيء جينا وفي شيء ما قدرنا نغطيه كلها حول بعض كلها الكترونيات هذه اللي ازرق كل محلات ومتاجر كلها شوف. هذا ايضا سوق يسموه سوق المغتربين شوف باللغة العربية راح نشوف ايش فيه وكثير الشغل اللي فيه الامانة راح علام الدنيا شوف علام البلاد التوحيد السعودية والله والله كل شيء هذا اللي بعد اتصالات جوالات شيء ضخم بس مثل هالمحلات انتبهوا بيعونكم شيء جديد وهو يكون مستخدم سلم جديد مستخدم اصلي مو اصلي دخلته وما كان مجدول عندي بس انه جاء في وجهي فدخلته ما لقيته يستحق صراحة يعني عاد ان المحلات اللي تحت يمكنها احسن لكن اللي فوق ما تستاهل كان اشوف اللي تحت ماشي زين يعني ايضا محلات اوبا محلات سلاح محلات بيع جديد مستخدم تأكدوا من تشترون لا يبيعونكم شيء على جديد وهو يكون معاد تهيئته عند هالحبيبة اللي طيبة بنغير بس هذا وقلت لها ابغى السيليكون او الرابر اسف فاربعين ايوان والله كثير اربعين ايوان بس هذا شو نسوي فنحاول في يوم نشوف خاصة 35 لو ان يعني اتوقع السعودية نفس السعر يعني ما المفروض ان بس هذول المحلات هذا رزقهم هنا كنا نتكلم انا اياها عن العملة المزورة وانك تقدر تعرفها من السلك اللي فيها تشوفون السلك اللي فيها في الوسط هذا فهي قالت لي بعد هذا لو تلمس هنا فوكت في الماو ماوت سي تونج تلقى خشن هذا كذلك هذه هنا بعد تلقى خشن هذا معناته اصلي هنا طريقتين يعني كل السلك اللي في النص اللي هو هذا وخشونة المنطقة هذه بيتك تلمسها اذا جيتوا هنا ممكن تلقون يعني بغيت ستار بوكس بغيتوا انترنت مجاني تلقونه هنا قريب منهم يعني هذا سوق المغتربين على قولتهم وهذا جنبه قصة نجاح ستاربكس في الصين قصة غريبة كيف انه نجح من يعني كانت القهوة الامريكية منبوذة الى ان فتح اكبر سو اكبر كوفي في او ستاربكس في شنغهاي في العالم اكبر فرع للستاربكس في شنغهاي في العالم في الصين فكيف انه قصة نجاح غريبة لازم تقرون عنها سبق انه تكلمنا عن
سبقنا وتكلمنا عن عن الأمان في الصين، وقلنا لكم إنه في الصين كل شيء مراقب. شوفوا الكاميرات اللي وراي، كل شبر موجود في الصين مراقب، كاميرات في كل مكان، يعني ما تخافون ولا تقلقون من شيء، كل شيء مراقب. طيب هذا نهر اللؤلؤة في غوانزو، هذه تقريبا الواجهة. هذا ايش عنده؟ تاركين اغراضه. احنا بنروح الجسر هذا نقطعين تعده عشان نطلع الى محلات بيع فساتين عرايس او فساتين ايرس وكذا. شوفونا تقبل نظر عليها صيد بعد زين المكان. بلاستيك فيه رحلات نهرية على النهر تقدرون تطلعون عليها.